رحبت جامعه الدول العربيه بقرار استراليا باعتبار المستوطنات الاسرائيليه غير شرعيه مثمنه اعتزام الحكومه الاستراليه استخدام مصطلح الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه وذكرت جامعه الدول العربيه ان هذه الخطوه المقدره تنطوي على اهميه كبيره كونها تبعث برساله واضحه بضروره احترام قرارات الشرعيه الدوليه والزام اسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي معربة عن تطلعها الى مواقف مماثله من الدول الاخرى واعلنت الجامعه رفضها في المقابل اي اجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعاده ارضه واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف